بابا مين هالرجال؟ وليش لحتى يتهم حنيفة بهالشي؟ والله أنا ما بعرف، بس كل شي رح ينكشف عن قريب. إذا طلع إنه عزيزي إلها علاقة باللي صار ما بستغرب أبدا. ما في داعي تستنوا هون، يلا روحوا. وشو رح يصير بحنيفة؟ والله ما بعرف، بس أكيد نحن رح نلاقي شي حل. ما في داعي نستنى هون، انتوا روحوا. اي طيب إذا صار شي خبرني ماشي. أنا بتصل فيكي بنتي، يلا. زعلت عليها، شو رح يصير بحال المسكينة هلا؟ معقول يكون إلها علاقة بالحريق؟ أنا مو مصدقة هالشي أبدا. رح نعرف كل شي، رح نعرف. يلا أنا ما سويت أي شيء. أختي ما رح تتخلى عني، عزيزة رح تطلعني من هالحبس. احكي بسرعة، بس حكيتي بيصير لحدا، فهمتي علي؟ يلا خدي التليفون. ألو أختي، أنت شفتي هالمصيبة اللي وقعت على رأسي؟ كنت بعرف أنك ما رح تتخلي عني. أختي بترجاكي ساعديني وطلعيني بسرعة، ما عم بقدر أتنفس بهالمكان، أنا عم بختنق يا أختي، ساعديني. هلأ إيدي مربطيني وما فيني أعمل أي شيء. أنا رح أطلعك، بس هالقصة بدها شوية وقت. إذا طالعتك هلأ ساعتها بتنفهي بالعلاقة اللي بيناتنا. شو اللي عم تقولي أختي؟ يعني أنتي رضيانة إلي بهالبهدلة؟ حطولي الكلبشة بإيدي وجابوني على الحبس. أنا كبيرة بالعمر، ما فيني أتحمل هالذل. رح يعرضوني على المحكمة ورح يحكموا علي بالحبس. أختي بترجاكي ساوي شي، بس المهم تنقذيني من هالمكان بسرعة. رح أساعدك وما رح أتركك لحالك، بس مو هلأ. لا تقلقي ما رح تموتي، بس المهم تضلي ساكتك. في حدا عم يلعب لعبة كبيرة، بس رح أعرف مين هو ولاي. هلأ أنت أصحك تخبري أي حدا بشي، تمام؟ أنا برجع بحكي معك بعدين. يلا مع السلامة. ألو أختي، 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 يلا اعطيني التليفون. هاتي، يلا اعطيني التليفون.